السلام عليكم الأخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في كانتيمة اليوم في البونت شاتو أو المارساي بونت فيفو أو مارساي فيفو. مارساي فيفو هما بجوج عندهم نفس الاسم، بونت فيفو مارساي فيفو. سانكيام كورس رينيو كات، ريفيرونس غتكون 25، وريفيرونس 25 كتكون نوعا ما قوية. على كل حال اخوان، كاين الخيول ديال 3 سنوات كاول في ميلا، غتكون عند الواحد دايلي ماتشن توني بيكون اندرو. عنده بزاف ديال الخيول في هاد لاكورس هادي، عنده الواحد وعنده الحداش او الطناش. كاين اسكودير غراسيان ستار مادموزيل ماري بيلون، عندها رقم جوج، غتكون تقريبا غدا حاليا ب10، والجرون فافوري غيكون هو الواحد. اذا كاين مانادا لوكوفر فابريس فيرمايلن 61 كيلو، زاكوا كوتيليز فال اتونسيون هاد الكارت. كاين الاخوان رقم 5 كينغ اوف ماي داوس، كذلك اتونسيو تاع دار يقدر يكون لا باص 5-4 الاخوان، 5-4 باص تتبان ليا باص سوليد. سربرايز مي يوري مين ديزابال، غيكون غادي غانيو غانيو، غيكون غادي ب 8.1. يعني سربرايز مي عنده البيناليزي مور رقم 7، دونك غادي يطلع فيهم واحد الاخوان، يعني ما تعولوش عليهم 100%. مي نقدر نقول لكم بان البيناليزي نقدروا نتيقوا بربعة خمسة، نقدروا نتيقوا بربعة خمسة الاخوان. اذا اخوتي كاين ميكايل فوريست، عنده رقم 8 الهونجر، ريكورد 11 ديال البروجي، غيكون اوتسايدر. كاين الناف بروميسيا باتريس كوتيير، هذا جواب على الناف هذا الاخوان، غادي يكون غادي بتسعود. مي مادموزيل سانتياغو فالد هاوسر انتوني كراسيس وكريبلي، غادي نكتفي حد الناف الاخوان، لان غاد ما غيلعبوش لينا على لي غرون يميلو بزاف، يعني الناف كاكبر نمره. غادي نختاروا الربعه والخمسه الاخوان، 1 3 4 5 1 3 4 5 9 1 3 4 5 9. الخيول اللي غادي يبقاو ليا هما لي بيناليزي، هما لي بيناليزي سوالو 6 سوالو 7. هنايا غادي نكتفي الاخوان، ربما الاخوان لاباز تقدر تكون 5 4 9، 5 4 9 او 4 5 9. يعني مشيت مع لي زونترينور شوطار و شونشيز، مشيت مع كوتي لي زفال هاد الجوكي هذا، يعني كنفضلو من ابرز لي جوكي اللي كيعجبوني انا، و تبقى من احسن الخيول، لهذا من احسن لي جوكي، وحتى العود تيبان ليا من احسن لي جوكي، يعني رابح لينا الواحد هنايا، والواحد كان مشى ب 61 وهو مشى ب 58، يعني كان واحد الفرق واحد شي شويه هنايا. هي ان كات نورمالمون غيطلع فيها شي واحد، ان كات عطيني ان كات واحد، اذا غادي يرجعوا لينا لهاد لاكورس هادي، غيقولوا لينا بان الكات ربح لينا الان، والان كان مشى ب 61.5 ومشى كرون فافوري ديال لاكورس، تقدر حيت ما غيقدر يكون فيهم واحد، انا غادي نفضل داك الكات ضربو يعاود يضربو بسبس عاطينو 62. المهم كاين واحد الفرق عند الرقم 4 انه زايد نغزه شي شويه على ود ديك لا فيكتوار ديال مارسي. هذا ما كان خوتي، عندنا الناف وعندنا السينك، او الكمالة غتكون هنايا نورمالمون، غتكون هنايا. شوفوا داك الجوج اخوت اللي خليتهم موركس، يعني الكمالة غتكون عند السينك وعند الناف، ولا غنتيق انا بالسينك وبالناف 100% الاخوان في لاباس. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامه.